بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. من أعظم الصفات اللي مدح بيها رب العالمين سبحانه وتعالى العباد الصالحين، عباد الرحمن، هذه الصفات اللي وصفهم بها في خواتيم سورة الفرقان. ومن هذه الصفات إن هم بيتوجهون بالدعاء سائلين ربهم سبحانه وتعالى بمجموعة من الدعوات والطلبات والسؤال. ومن أهم تلك الدعوات تضرع عباد الله الصالحين لخالقهم سبحانه وتعالى بأن يصرف عنهم عذاب جهنم، حيث قال تعالى مادحا لهم: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فهاتان الآيتان يظهر منهما أن عباد الرحمن يستعيذون بربهم من نار جهنم، وهم يعني ملازمين لهذا الدعاء، يتضرعون به إلى ربهم لينجيهم من نار جهنم. بل وتستشعر من تعبير الآية إنه بيرتعش تعبيرهم وهم يتضرعون إلى ربهم خوفا وفزعا. إن عذابها كان غراما، أي هلاكا ملازما للمعذبين به لا يتحول عنه، لأنه بيكون دائم ملازم ليهم لا يفارق أهل النار. فده اللي بيخلي يجعل هناك شعور بمروع مخيف شنيع، إنه يا رب نجينا من عذاب جهنم، ذلك العذاب اللي أهله بيكونوا مقيمين فيه ملازمين له، وفي حد ذاته ده شيء مخيف. كما يستعيذ عباد الرحمن يعني من النار لأنها ساءت مستقرا ومقاما. وهو هل يعني هل هناك أسوأ من جهنم مكانا يستقر فيه الإنسان ويقيم؟ أو أين هذا الاستقرار وهي النار؟ أين المقام وهو في ذلك الحال تقلب على لهيبها ليل نهار؟ فبئس موضع الإقامة والاستقرار. لذا يعني لهجت ألسنتهم بالدعاء لربهم، وامتدح الله تعالى عبادتهم وتضرعهم إليه بقولهم: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والعجيب إن عباد الرحمن ما رأوا جهنم، عباد الرحمن ما رأوا جهنم، لكنهم آمنوا بوجودها وتجسدت صورتها مما في أعينهم وفي أذهانهم، نصب أعينهم من خلال ما جاءهم في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بالتالي وهم بيدعوا هم ما شافوش جهنم بعينيهم، لكنهم صدقوا بوجودها، بأن كما أن الجنة حق النار حق أيضا، صدقوا بذلك مما أخبرهم به الوحي الشريف، فدعوا ربهم بأن ينجيهم منها ومن هذا الموضع والمقام، فبئس ذلك المقام. وهذا الخوف من جهنم كان ثمرة الإيمان العميق، لأنهم آمنوا وصدقوا بالله الواحد الأحد، وصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فآمنوا مصدقين بما جاء به الوحي الشريف. فثمرة الإيمان العميق الدعوة إلى الله تعالى بأن يصرف عذاب جهنم عنهم. وفي نفس الوقت ده دليل على يقظة قلوبهم وعدم غفلتهم. وثمرة التصديق كل ده من ثمرات التصديق بما أخبر به الوحي الشريف.
وعباد الرحمن كذلك، يتوجهون إلى ربهم في ضراعة وخضوع وخشوع دائم لا ينقطع، بإن رب العالمين سبحانه وتعالى يصرف عنهم عذاب جهنم. وديمومة الحال بتاعهم ده في الدعاء وفي العبادة واضحة، وبيعبر عنها الفعل المضارع، يعني من لطائف التعبير القرآني هنا في وصف حال دعاء عباد الرحمن التعبير بالفعل المضارع اللي بيدل على الديمومة والاستمرار. والذين يقولون، يقولون ده فعل مضارع، ده بيدل على كثرة سؤال عباد الله الصالحين وكثرة تضرعهم بهذا الدعاء ومداومتهم عليه. يبقى الإنسان المؤمن دائم الصلة بمولاه، دائم العبادة لا ينقطع عنها، ومنها الدعاء بصرف عذاب جهنم عننا. ولما القرآن يأتينا بأوصاف عباد الرحمن وبأن الله تعالى امتدحهم وامتدح فعلهم عشان يوجهنا ويعلمنا بأحوال الصالحين الأتقياء أهل الله اللي على طول في حذر في تقوى، يجعلون بينهم وبين غضب الله وقاية، يدعون ربهم متضرعين خاشعين، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرام. ويدل كمان دعاء عباد الرحمن على إنهم برغم من الآيات وصفت إنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما، ياه ده في حال عبادة كمان، مش حال دعاء بس، والدعاء عبادة، وأحوالهم بين السجود والقيام مش هي بس اللي بتطمنهم، يعني بيدل على أنهم لا يطمئنهم أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما، لأنهم يستقلون عملهم وعبادتي، هم شايفين أن العمل ده قليل والعبادة اللي بيتوجهوا بها إلى الله شايفينها شيء قليل جدا، فبيضيفون إلى كونهم يبيتون إلى ربهم سجدا وقياما أنهم يدعونه دائما أبدا، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. بل لا يرون كذلك في كثرة عبادتهم دي، مش بقى شايف نفسه أنه بيقوم الليل وبيصلي وبيسجد وبيقوم على طول وبيقرأ القرآن، لا، هو عباد الرحمن بيستقلوا، وهذه العبادات شايفين إنها شيء صغير بالنسبة لما يجب أن يقوموا به، ولا يرون فيها ضمانا ولا أمانا من النار إن لم يتداركهم المولى سبحانه وتعالى بفضله وعفوه ورحمته فيصرف عنهم عذاب جهنم. لذلك فإن الاستعانة بالله تعالى على كل شيء أمر مطلوب، ومن ذلك الاستعادة من نار جهنم والالتجاء إلى الله تعالى لأجل النجاة من نار جهنم. لذلك ده كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان دوما يستعيذ بالله من نار جهنم، وهو يعلم الصحابة وبيعلم أمته كمان من بعده، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من نار جهنم في مواطن، يعني ورد كتير من المواطن والمواضع الكثيرة اللي جاءت فيها استعادة حضرة النبي عليه الصلاة والسلام من نار جهنم. ومن أهمها ما جاء عن سيدنا أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. وفي رواية أخرى في الصحيح إن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه كثير من الدعوات، منها مهمة: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. حتى إنه سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، طبعا الدعاء ده له تتمة، لكن إن إحنا هنا محل الشاهد، وسيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما كان بيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم، يعني يعلم أصحابه الكرام هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، وإحنا أتينا بمقطع من هذا الدعاء الطويل. فكان صلى الله عليه وسلم
في هذا الدعاء يستعيذ من فتنة النار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار. والمراد بالفتنة هنا يعني الفتن التي تؤدي إلى دخولنا النار، والنبي بيعلمنا صلى الله عليه وسلم، وقد وجه صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يستعيذوا من النار بعد الانتهاء من قراءة التشهد في الصلوات. يعني لما تخلص التشهد الأخير في الصلاة، ورد من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. خلصت أنا التشهد وأنا في الجلسة بتاعتي كده، خلصت التشهد بتاعي قبل ما أسلم، النبي قال نستعيذ ونسأل الله سبحانه من هذه الأربع اللي النبي بيعلمنا إياها. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نتعوذ بالله من هذه الأربع، وانت في جلوسك بعد ما تخلص التشهد تقول بهذا الدعاء الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. ما يفعله هؤلاء الصالحون من عباد الرحمن كما ذكرتهم الآية الكريمة، وفي وصفهم كمان، وصف هؤلاء أهل الصلاح، الحال اللي عليه ده، الحال اللي هم عليه هو أدب الأنبياء والمرسلين وتوجيهات خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وتعلمنا كمان من الصالحين من هذه الأمة إن الاستعاذة من النار كما تكون بالأقوال فإنها تكون بالأفعال. أخلي بالي من الأشياء اللي تكون حجاب لي عن الجنة وتلقي بي في النار. فالإنسان يعني يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فيراقبه في أقواله وأفعاله، كما يدعوه بأن يصرف عنه عذاب جهنم، عليه كذلك أن يباعد بينه وبين التصرفات التي تجعله من أهل جهنم. كان عباد الله الصالحين والسلف الصالح من الأمة بيستعينوا في طلبهم هذا بالصلاة والقيام، قيام الليل وأنواع الطاعات من خدمة البشرية، إعانة الناس، إغاثة الملهوف، السعي في قضاء حوائج الناس مع العبادات والطاعات، وكلها طاعات إذا قصد الإنسان بها وجه مولاه. وتعالوا شوفوا من السلف الصالح، جت أخبار كثيرة تدل على هذا الأمر. أهم هذه الأخبار ما ورد إن سيدنا شداد بن أوس وهو من الصحابة الكرام رضي الله عنه كان إذا أوى إلى فراشه، شوفوا القرآن كان معاهم على طول، مش هم بيقروه بس، لا ده كان معاهم من كتر ما عقلهم وقلبهم يتدبر معاني القرآن. شوفوا سيدنا شداد بن أوس كان إذا أوى إلى فراشه يظل قلقا في فراشه ولا يستطيع أن ينام ويقول: اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني أنام. فيقوم إلى مصلاه، يعني أي أن مخافته من النار تجعله يجتهد في الطاعة والعبادة على رجاء النجاة من عذابها. فهذا هو حال الصالحين من هذه الأمة، وهذا هو حال الصالحين، لأنهم قد فهموا أن الفوز والسعادة تكون بالنجاة من النار، فانشغلوا بالحال والمقام بهذا الأمر وجعلوه مطلوبا دائما يبذلون فيه كل غال ونفيس، ولم لا، وقد عاشوا وفهموا وتدبروا قول ربهم سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. We'll be right back.
مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أن. أهلا وسهلا بحضرتكم جميعا. سريعا ناخذ الأسئلة لضيق الوقت. أستاذة نغم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا أبدا، تساعدينا، تفضلي. فن الله يخليك حبيبتي. أنا عندي 63 سنة. أيوة. من 25 سنة تقريبا ما كنتش أعرف إن في سنة للفجر. فأعمل إيه دلوقتي للسنة اللي فاتت؟ حاضر. وربنا بيقول إن القرآن الفجر كان مشهودا، يعني نعم. لو قريت القرآن في وقت غير الفجر مش هيبقى مشهودا؟ حاضر، شكرا جزيلا. العافية ستكون. أستاذة نعيمة. أيوة، ألو. أهلا وسهلا يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة، لو سمحت يا دكتورة. معاك يا ست الكل. أنا ليا أخواتي متصلين بعض. أيوة، فأنا عايزة أصالحهم مع بعض، بس إيه هكذب عليهم، يعني أقول مثلا ديت بتقول عليك كويسة وديت أنت دم هرد على حضرتك، دم لا يعد كذبا، بس هرد على حضرتك. حاضر. طيب، انا برضو حرقت مصحف، ورق مصحف كان قديم، حرقته ورميته ايه في الزباله بعد ما كان رمضان كده، فهل ده حرام؟ يعني حضرتك حرقتيه بس كان متقطع يعني كان متقطع بعد ومرمي يعني وكده. حاضر. طيب يا فندم، شكرا. معانا ناخد كمان بس سؤال كده سريعا، وان شاء الله الوقت ربنا يبارك فيه. هي استاذ ابراهيم. أستاذة أميرة، قولوا لنا بس الأسئلة بسرعة عشان إيه، أنا عايز أخد أكبر قدر، إحنا الوقت خانقنا. بس أستاذة أميرة، طب حاولي تسيم ناخد السؤال في الفاصل. طيب هنطلع ليه كتابنا، كتاب قلوب عامرة، وبعد الكتاب إن شاء الله نبدأ في الرد على أسئلة حضرتكم. كتاب قلوب عامرة، الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يتلى القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال إنه بيقرأ، فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. الطفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. أهلا وسهلا بمشاهدينا الكرام، مشاهدي كتاب قلوب عامرة، نزلنا في تصحيحنا لسورة النبأ، إن شاء الله الختام اليوم، ونأمل أن نختم التصحيح مع أنهم يقروا، ما كانش يبقى هنصحح مع بعض، والشباب صغنن ده يبتدي يصحح في الحلقة المقبلة، نجهز مصاحفنا في نقرأ أو نصحح ختام سورة النبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا. لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. لا يتكلمون إلا
إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. سمعت الصاد سين، دي صاد. صا 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 صوا 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 صوابا. ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك اليوم الحق اللي هو يوم إيه؟ يوم القيامة. يوم القيامة، يوم الصاخة، يوم الطامة، يوم الحساب. ده كل دي من أسماء يوم القيامة، لأن يوم عظيم، والآيات ما زالت بتكلمنا عن أحداث ذلك اليوم والمشهد الرهيب. الله جل جلاله وكل الخلق موجودة، لا يمكن أن حد يتكلم دون أن يأذن له الرحمن. وإيه؟ وقال صواب، ويقول كلامه ده يكون كلام أذن به الرحمن سبحانه وتعالى، ويكون كلام كمان منضبط. المشاهد دي القرآن الكريم بيسوقها إلينا عشان بيعرفنا الطريق اللي احنا ماشيين فيه، ده نهايته هتنتهي لإيه، والمشاهد كمان في اليوم العظيم دي شكلها إيه. فيتقي الإنسان، يتقي الإنسان يدرك قيمة الوقت وقيمة مساره في الدنيا. مساره مظبوط ولا مساره مش مظبوط؟ لازم يراجع نفسه، لأنه ذلك اليوم الإيه؟ الحق. ذلك اليوم الحق. وشوف، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إحنا عايزين نكون من أهل الله، نكون من أهل الطاعة، نكون من أهل الرضوان، نكون من أهل الفوز. المشاهد دي يسوقها الله تعالى تذكيرا للناس أجمعين، بما فيهم مين؟ المؤمنين، عشان لما يغفل المؤمن في طريقه في دنيته يرجع يعدل على طول. لازم، لأنه ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. إنا غنة. أنا عندي غنة، أنا عندي غنة. فين حرف الغنة يا مريم؟ نون. النون ليه هغنها؟ يا شقاوة أنت. أنا عندي الغنة، حرفي الغنة النون والميم، إذا كانت مشددتين في وسط الكلمة وآخر الكلمة. أغن النون، أغن الميم إذا كانت مشددة. طب أنا عندي هنا إنا أنذرناكم، النون أهي، يبقى لازم إني أشدد النون وأغن عليها يا مريم. تمام؟ يبقى هي غنة، هغنها ليه؟ عشان هي عليها إيه النون؟ شد. عليها شدة. ما تخافيش قولي، حتى لو غلطتي صحح، والمرة الجاية تقولي كله صح. يلا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر. عذابا إيه؟ مين اللي خد باله من الغلط؟ في خطأ. هي زهراء. قريبا يوم، يوم ادغام بغنة، ادغام بغنة، لان من احكام النون الساكنة والتنوين، وده انا عندي تنوين اهو، ورا حرف من حروف الادغام بغنة. الادغام بغنة، الياء اللي جاية مجموعة في كلمة يرملون،
يبقى عذابا قريبا قريب، هنا صحصحوا، قريبا يوم ينظر، يلا قريبا قريب يوم ينظر. بس لغايه انا وقفت عند ينظر. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وبرده احنا هنتدرب عليها في الحلقه اللي جايه، اللي انتوا مش هنلحق تقروا الحلقه دي. لازم نبره الحسره. ويقول الكافر يا ليتني، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. واحد محصور بيتحسر على نفسه، لازم صوتي يديني الحسرة. ما هو ده بلاغ وإبلاغ. القرآن إنذار للمكذبين والمعاندين والمخالفين. علم تصوير المعنى مهم، وده فن عظيم. أبقى أنا أقرأ القرآن وكل حتة فيها بتقرأ وحس المعنى معايا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى جميع الخيرات قائدا ودليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. مرحبا بمشاهدينا الكرام. نغم كانت بتسأل عن إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني بتقول يعني قراءة القرآن في غير الفجر ليس بمشهود. لا، ليها سؤالي الأول، معذرتك، بتسأل إن هي لم تقضي سنة الفجر قبل كده في حياتها، ما كانتش تعرف، فهل ينفع أنها تقضي سنة الفجر؟ لا مانع يا أستاذة نغم من قضاء السنن، وده هيكون يعني هذا الحال مستحب إن شاء الله تعالى. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم كده سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، يعني كان بيصلي ركعتين كده، فلاقوه أنه النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين دول بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلىهما بعد العصر. ففهمنا أو استأنسنا بهذا الشاهد فإن الإنسان إذا كانت هناك سواء النوافل الراتبة، السنن الراتبة، أو نوافل يتنفل بها الإنسان وأراد أن يقضيها إنه يقضيها. بالنسبة لي إن قرآن الفجر كان مشهودا، وحضرتك بتسألي وهو في غير الفجر أو في غير وقت الفجر ليس بمشهود، هنا المعنى إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني صلاة الفجر، فعبر بالجزء عن الكل ليلفت الانتباه إلى عظم قراءة القرآن في صلاة الفجر، وإنه صلاتنا للفجر
عشان ده تعظيم من أمر إن إحنا نستيقظ ونصلي الفجر، بتشهدوا ملائكة الليل وملائكة النهار، بيبقى شهود علينا إن هم لما أتوا إلينا كنا على صلاة، ولما تركونا كنا على صلاة. فبيأتوا اللي بيطلعوا بعد العصر واللي بيجوا بقى وقت الفجر من ملائكة الليل والنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. الاتنين بيصلوا بيحضروا بيشهدوا معنا صلاة الفجر ويكونوا شهودا علينا. فالمقصود هنا هو صلاة الفجر. يا أستاذة نغم، بتسأل أستاذة نعيمة بتقول إخواتها متخصمين عايزة تصالح ما بينهم وهتضطر تكذب عشان تصالح بينهم. هذا لا يعد من الكذب الممنوع يا ست نعيمة. يعني كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا فينمي خيرا أو يقول خيرا. ينمي خيرا يعني ينقل الكلام بين المتخصمين على جهة الإصلاح. ده قالت وعادت فيا، فأنا أقولها لا لا إزاي، ده ما كانت بالعكس، ده قالت كذا وقالت كذا، وهي ربما في الحقيقة ما قالتهوش، بس أنت بتقوليه على جهة تصلحي ما بينهم، تنقلي الكلام على جهة الإصلاح ما بينهم، وتقولي كلام هم ما قالوهوش أصلا عشان تصلحي ما بينهم. ليس هذا بكذب يا ست نعيمة، إنما هذه حالة من الحالات التي رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالكذب، وهي الإصلاح بين الناس. بواقي ورق المصحف القديم اللي عندي، هي حرقته ورمته عزكم الله في القمامة. هو لا مانع من الحرق بقصد الحفظ، والأولى أن أنا بعد ما حرقت الورق ده ما كنتش أرميه في سلة المهملات، لكن أن أنا كنت أدفنه بعد الحرق يا صاحبة السؤال. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى داعين راجين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم يا ربنا، يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا حي، يا قيوم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين. اللهم يا ربنا نسألك أن تجعلنا عن النار مزحزحين وفي الجنة مقيمين وإلى وجهك الكريم ناظرين وفي أعمالنا مخلصين وبالقسط قائمين. اللهم واشف مرضانا، اللهم واشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقضي حوائجنا وحوائج السائلين برحمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم. Thank you.